فاكر الجدع ده اللي كان عامل مشكلة لصاحبك؟ أعوذ بالله. أيوه الزفت البرنس، ماله؟ أنا عايزك بقى تكلمني الزفت دوت وتخليه يجي لي هنا في المكتب. اشمعنى يا ريس؟ وأنت مال أهلك؟ حاضر يا ريس، هكلمه. طارق هيوصل النهاردة الساعة 7، عاوزك تكون هناك قبلها بساعتين. وريني المحمول بتاعك كده. امسك، عايزك تصور لي كل حاجة، كل حاجة، وكل اللي تصوره هتبعته لي على طول. خلي بالك ده مش هدية مقدمها لك في الفلنتاين، ده عهدة، عهدة، يعني بعد ما تخلص مأموريتك ترجعه لي على طول. بالك لو لقيت فيه خدش واحد هخصم ثمنه من مرتبك. يلا ضيح. على اذنك يا ريس، السلام عليكم.